وقع بموضوع الروبورتاج التلفزيوني. نحن عم نشتغل فيلم وثائقي. التاسك الأساسي للمرحلة للمرة الجاي إنه ألخص النقاط الأساسية، أعمل خط زمني للقصة. المخرج هو بيقود الخط الدرامي للفيلم، والشخصية هي بتقود المحتوى. فلا بد إنه المشاهد يسأل هاي الكلمات وهذا الحكي من وين جاي. كانت رحلة البحث طويلة، كانت متشعبة وفيها كثير أشخاص. دورك كمان إنك أنت تبحثي هل هي صادقة بهذا الموضوع ولا لا، هذا يعني موضوع بحثي. بشكل عام مش حابة نظام الانترفيو، بس بدي أعمل انترفيوز مع أني ما بعرف ممكن أستعمل أشياء. لا، هي أحسن كرو مناسب لهذا الفيلم، ويكون في سينرجي بينك وبينهم عشان تقدر تشتغلوا معهم. هذا الشكل أنك أنت حابة أنه فيلمك يعمل صدى وتغيير ما معين، أنك أنت أسقطت الضوء على هاي المجموعة المهمشة من الناس اللي ما بتقدر توصل صوتها لكل العالم. وعشان إحنا يعني نحط زي إطار زمني للدوكيومنتري كيف رح يمشي، ناخد الموضوع بحذافيره أكتر بروفيشنال أو أكتر مهنية. يعني كل ما تعمق بالمحلية تصل إلى العالمية، مش إنه نحن نقلد ولا نسوي مثل ولا نعمل، هذا شيء مفهوم. شو العدة اللي ممكن نستعملها عشان تكون حركتنا أسهل بين الشارع والبيت؟ يعني إحنا مش عم نعمل سكاوتينج قد ما إحنا رايحين نعرف بالضبط مين شخصيتنا وشو عندها وشو بدنا ناخذ منها. أنا كتير سعيد باللي وصلت له، أنا بيدل إنه في نضوج كبير مثل ما حكيت أول مرة، وهلأ كمان عم تزداد عندي الثقة.